السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم عدنوني في فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير، وإن شاء الله حوالكم تكون طيبة. كيف راكم دايرين مع هذه الأيام المباركة؟ وكيف دايرين مع سيدنا رمضان؟ تقبل الله الصيام يا رب العالمين، وبصحة فطوركم، والله يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين إن شاء الله في الشهر الكريم. اليوم فيديو جديد اللي غادي نبارطاجي معكم فيه موديلات مميزة، إن شاء الله غتشوفوا معايا واحد لا كوليكسيون اللي غتشوفوا فيها من كل فن طرب. غادي نحاول نوريكم شوية ديال لي باسكيت، شوية من البليغات، سورتو البليغات. بزاف ديال لي ريكلاماسيون جاوني على الفيديو ديال البليغات، بزاف ديال السيدات قالوا لي لي موديل ما كانوش باينين بزاف حيت كنت شويه بعيده على الكاميرا. دونك ان شاء الله اليوم غادي نحاول اني نعاود لكم البليغات باش تشوفوهم هكا بيان ديتاي ان شاء الله وتشوفوهم قرام. هذا من جهه، ومن جهه واحده اخرى غنوريكم موديلات وحدين اخرين ان شاء الله، لا في لي صندال ولا السبيبطات كذلك ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يشوفوا لي موديل كاملين في السيت ويب، راه لو سيت ويب غادي وتنكم يعني تنكملوه حاليا، راه فيه مجموعه من الموديلات في انتظار ان شاء الله نكملوا لي موديلات كاملين اللي غادي نحطوهم لكم في لو سيت ويب، وكذلك غادي نبارطاجيو معكم الكتالوج اون فوا يكون موجود ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للناس اللي كيشوفونا اول مره والناس اللي كيتسائلوا يعني حولنا شكون حنايا، فحنايا نولي ماركه مغربيه للاحذيه الجلديه النسائيه 100%. عندنا موديلات ديال الاحذيه وحقائب نسائيه وكل كل ما تيهم السيده، يعني في مختلف الموديلات ديال الاحذيه، سواء كانت ستيل ديالها شويه سبورتيف اكثر، اولا كنتي كتبغي شي حاجه كلاسيك اكثر، اي حاجه بغيتيها فراه كاين ما شاء الله الخير والبركه، وكاين واحد الشوا اللي هو كبير. بالنسبه للموديلات ديالنا كيف قلت لكم كاملين راهم اون فري كوير، وبالنسبه لي زارتيكل ديالنا الصنع ديالهم راه تيكون مغربي محلي. بالنسبه لادريس ديالنا فحنا راه كاينين في الدار البيضاء المعارف زنقه المارشي، بالضبط فين كاينين. وبالنسبه للتوصيل راه كنديروا لجميع المدن المغربيه في الدار البيضاء وفي المدن الاخرى، التوصيل كيكون حتى للدار والدفع عند الاستلام. وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يجيو عندنا وغيبغيو يعرفوا التوقيت ديالنا، فالتوقيت الرمضاني ديالنا كنكونوا حالين من 10:30 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، ومن بعد الافطار كنكونوا كذلك من 9 ديال الليل حتى 11 ديال الليل، فتقدروا تشرفونا في اي وقت، كنكونوا حالين طيله ايام الاسبوع، والسبت والحد حتى هو راه كنكونوا حالين، فتشرفونا في اي وقت محل محلكم، يا اهلا وسهلا. وما بقى لي الا نبدا، غير قبل ما نبدا اهم حاجه ما تفوتنيش، وانكم ما تنساوش انكم تخليو لي جيم لي كومونتير ولي بارطاج، ولا سبق لكم تعاملتوا معنا ما تنساوش انكم تخليو لي لتحت التجربه ديالكم كيفاش راه كانت في التعامل معنا. نبداو على بركه الله من طبيعه الحال، من بعد ما راكم خليتو لي جيم لي كومونتير ولي بارطاج غتكونوا خليتوهم، نبداو على بركه الله. نبداو بالبليغات، غنوريكم البليغات هما الاولين باش غادي نبدا ان شاء الله، باش هكا هاد المره يكونوا واضحين اكثر واكثر، وهاد المره راني غنقرب لكم اكثر بحال هكا باش كلشي يكون واضح وبين. نبداو على بركه الله، هذا هو الموديل الاول اللي غادي نوريكم، وكيف قلت لكم غنقرب لكم مزيان مزيان باش هكا يكون بيان ديتاي ويكون واضح لكم مزيان. دونك غنبدا لكم بهذا الموديل الاول اللي تيجي بهذه الهديبات، هذا اون فري كوير، سي دو كوير ليس، لا دوبلور هي تجي اون كوير، لا سوميل راه تيكون فيها هذا الميني تالون تقريبا فيه واحد سنتيم ونص اللي راه كاينه فيه. بالنسبه للجلد ديالها راه رطيب، دونك لو كوير راه تيجي فريمون رطب بزاف بزاف، وهاد الهديبات وكاينين هاد الكارنيتور هادي اون ارجونتي. بالنسبه لهذا الموديل البنات فالثمن ديالو هو 499 درهم وبالنسبه للثمن ديالو، وبالنسبه للوينات اللي فيه ففيه ثلاثه ديال اللوينات، دونك فيه لون واغ اللي راكم شفتوه معايا، فيه هاد لوطابا هذا اللي تيجي كلير، طابا كلير فريمون تيجي مفتوح، وتيبان فيه داك الموتيف ديال هاد الهديبات كيبان عاوتاني مزيان. الكارنيتور هنايا عندنا بالدوغي، بالنسبه لادوبلوغ راه تجي فيهم كاملين كاملين، راها اون فري كوير، لي زارتيكل ديالنا كاملين تيكونوا كوير من برا ومن الداخل، كلشي كلشي جلد. بالنسبه لي سوميل ديالنا تنخدموا بدي سوميل ديال اسبانيو ديال ايطالي، وتنخدموا بدي سوميل تيكونوا دو هوت كاليتي، شحال كتكون سوبل خفيفه ورطبه، هذا هو الاهم عندنا في يعني لا في السندلات لا في السبوطات لا في لي باسكيت لا في كلشي. وتنتمنى ان كنت تكونفيرميو لي هاد القضيه هادي، الناس اللي تعاملوا معنا خليو لي الراي ديالكم في لي سميل حتى هما في لي كومونتير. بالنسبه للون الثالث اللي كاين عندنا فهو هاد الكارتي، هذا سي ان دوغي كارتي، حتى هو لي ميم ديتاي كامل بهاد الهديبات بالكارنيتور، لا دوبلوغ راه تجي هنايا رطيبه، ولا بارتي فين كتحطوا رجليكم فين كتصدموا راه كتكون واحد لاموس دوبلي تحت من هاد الفراشه هادي اللي كتخلي ان الصدمه ديالكم تتكون مرتاحه. دونك نتوما حاطين رجليكم وانتوما اليز وانتوما واقفين وانتوما اليز 100%. بالنسبه للثمن ديالهم كيف قلت لكم فهو 499 درهم، توفرين في ثلاثه ديال اللوينات. الوغ من هذا الموديل هذا غادي ندوز لكم موديل اخر اللي تيجي اون كوير امبريمي، دونك كاين هذا الموديل هذا اللي تيجي اون كوير امبريمي. الوغ كاين عندي هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا تيجي اون كوير امبريمي بهذا الشكل هذا، فيه هذا الموتيف هذا في غزاله الزواقه اللي كاينه في هذا الامبريمي هذا باللوينات، كاين فيها واحد الميلونج ديال البلون كاسي مع المارون، لوينات غزالين، لا كارنيتور حتى هي كتجي بواحد البيج اللي هو زوين انيق الموديل.
بالنسبه لا دوبلور بيان سور دائما راها اون كوير. بالنسبه لا سوميل كيف قلت لكم سي ان ميني تالون ديال سنتيم تقريبا اللي كاينه حتى سنتيم ودمي او ماكس. بالنسبه لي كولور فكاين عندنا هاد الامبريمي هاد لا ماتيغ هادي الثمن كيف قلت لكم هو 499 درهم. كاين عندي هذاك الموديل اللي شفتو معايا، كاين عندي هذا الموديل هذا عاود في هذا الامبريمي هذا اون كوير اي في فيرني بهذا الشكل هذا. لا غارنيتور راه تجي حتى هي هكا بهذا لونوار هذا مع لو دوغي. بالنسبه لا دوبلور راه تجي حتى هي اون فري كوير. بالنسبه للثمن ديالهم فهو 499 درهم كيف سبقوا راني قلت لكم الثمن ديالهم هادو كاملين 499 درهم. هاد البليغات هاد الميول هادو اللي كتشوفو معايا. بالنسبه للبيج عندي هنا هاد الموديل هذا عاوتاني موديل مختلف، في هاد لي بغيد هادو بجوج بهم هنايا، هاد لي دو بغيد بهاد الشكل هذا. وهنايا عندي كوير امبريمي بداك الموتيف ديال بحال قشور الحوت دونك هو اللي كاين فيه هنايا. وهنايا راه تيجي عندنا اون كوير فيرني فخواسي، لا دوبلوغ راه حتى هي كتكون اون كوير. وبالنسبه لا سيميل راه سيميل قوم رطبه ومريحه. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم عندهم نفس الثمن 499 درهم. هاد البليغات فيهم من 36 حتى 40 هما لي بوانتور اللي كاين فيهم اعتذاري للناس اللي تيلبسوا ال 41 حاليا راه ما كاينش في هاد لي موديل هادو. ولكن تيلمون راه لا فورم ديالهم ماشي غنقول لكم لا فورم ديالهم لباسه، ماشي غنقول لكم انكم كاع تاخذوا بوانتور اللي ماشي ديالكم، وانما راه يعني الا لبستوهم تيجيو تجي لا فورم ديالهم راها اكزاكت. بالنسبه لهذه اللي شاده في ديرها 39 هذه راه تسبن تبارك الله كبيره. بالنسبه لهذا ايضا فكاين عندي في هذا الفيغ هذا سي ان كود كور هذا تعاود للعام الثاني. هاد لا كولور هادي فواحد الفيغ بوتي زوين وجاي في هذا الكبير هذا فخواسي بالغارنيتور ديالو لا دوبلوغ تايره تجي بواحد الفيغ غزال. دونك بالنسبه لهذه فايضا الثمن ديالها هو 499 درهم. هذه حاليا بقات 39 يعني 39 فما فوق لي بوانتور اللي صغر ما بقاوش عندي. دابا هنايا دان كوير الناس اللي تيبغيو السيدات اللي تيبغيو عاوتاني بليغه تكون خفيفه وزوينه وتكون هكا اون دون. دونك كاين هذا الموديل هذا سي دو كوير دون هذا لا غارنيتور كتجي هنايا هذا الموتيف هذا بالدوري لا دوبلور تاعي راه تجي اون كوير والجلد راه تيجي الجلد ديالها رطيط بزاف بزاف. بالنسبه لا سوميل راه كتكون سوميل كوم سوميل اللي رطيطه وسوبل بزاف بزاف. بالنسبه للثمن ديال هادو فهو 450 درهم هذا الموديل اللي غنوريكم في اللوينات ديالو. دونك كاين عندي في الغوز، الغوز اللي شفتو معايا سي ان غوز مختدل، كاين عندي في هذا الجون هذا كاين في هذا الصفر هذا حتى هو راه ديسپونيبل بنفس لو ديتاي لا غارنيتور تجي هكا اون دوغي. وكاين عندي ايضا حتى البلو سيال هذا البلو هذا اللي كتشوفوا معايا. كنتمنى دابا راه كنحاول نقرب لكم باش حتى لي ديتاي كاملين يكونوا باينين لكم مزيان مزيان. دونك بالنسبه للبلو هو هذا. وبالنسبه للون الاخير اللي كاين في هذا الموديل هذا فهو هاد لو بوردو هذا اللي تتشوفوا معايا سي ان بوردو تيجي فونسي يعني غادي شويه للموف غادي شويه موف اكثر. بالنسبه لهادو كيف قلت لكم الثمن ديالهم 450 درهم. الجلد ديالهم راه دان جلد هذا الموديل هذا. وبالنسبه للثمن كيف قلت لكم فهو 450 درهم هو الثمن ديال هاد الموديلات. ندوزو دابا لواحد الموديل اخر عاود هذا داك لو ستيل فريمون الاصلي ديال الشربيل. دونك كاين عندي هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا شريبيل غزال انيق بهاد لا ماتيغ هادي. هذا تا هو سي دو كوير امبريمي تيجي في هاد الميلونج هذا ديال البلو مع الكري نوار اللي كاين هنايا. بالنسبه لا سوميل راه تجي بهذا الشكل هذا سوميل بالنعل. دونك بالنسبه لا سوميل ديالو راها تجي مخدومه بالنعل. بالنسبه لا دوبلوغ راه تجي حتى هي اون فري كوير. وبالنسبه للجلد ديالو راه تيجي تيلمون رطب رطب بزاف الجلد باش مخدومه عندي هاد الشريبيل هذا اللي زوين بزاف بزاف. كاين عندي في ثلاثه ديال لي ماتيغ. دونك كاين في هذاك البلو شفتوا معايا لا ماتيغ اللي تجي هذاك كوير امبريمي في البلو. كاين عندي هاد لا ماتيغ هادي حتى هي في المارون في هاد لي موتيف هادو بحال هكا وتيجيو شويه يعني تنقصوهم. وبالنسبه لا ماتيغ راها تجي بحال الفولور بحال الدان كتجيب داك الشكل بحال هكا. لا دوبلوغ راه تجي اون كوير وتيجي بهذا الشكل هذا. اما بالنسبه لا سوميل راه تجي سوميل ديال النعل كيف كتشوفوا معايا. وبالنسبه لا ماتيغ الثالثه فهي هذه اللي كتشوفوا معايا نوار تيجي بهاد لي بتي بوان هادو بهاد لو ديتاي هذا بحال هكا. لا سوميل كتجي بهذا الشكل هذا الجلد راه كيجي رطيط بزاف. بالنسبه للثمن ديال هادو فهو 450 درهم. ودابا عندي نيت تقريبا يعني نفس لاكوب ديال الموديل وانما بسوميل مختلفه. السيدات اللي غيبغيو عاوتاني شريبيل هكا بهذا الشكل هذا وجاي غون داير بحال هكا انيق وفي نفس الوقت زوين ولو ستيل ديالو عاود كيجي بلدي اكثر وتيجي معاك مع لي توني تراديسيونيل داكشي كيجي عاوتاني رائع جدا جدا. بالنسبه لهذا الموديل هذا فالثمن ديالو هو 535 درهم. لا سوميد راه كتجي بهذا الشكل هذا ميني طالون اللي كاين فيها. وبالنسبه لا ماتيغ فهنايا كاين عندنا هذا الكوير هذا امبريمي هو اللي كاين عندنا في هذا الموديل. دونك كاين عندنا في هذا اللون
وكاين عندنا كذلك في اللون الابيض بالايفي كروكو، يعني هاد لا ماتيغ غادي يعاود كوير ايفي كروكو، في هاد الطبعه هادي ديال الكروكو هي اللي كاينه فيه، وتيجي لو ستيل ديالو فريمون زوين، وكيجي في اللبسه ديالو رائع. بالنسبه للثمن ديال هذا فهو 535 درهم، وبالنسبه لي بوانتور ففي من 36 حتى ل 40. وبالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يدوزوا لا كوموند، غير في انتظار ان هاد لي زارتيكل هادو حاليا، هاد لي زارتيكل اللي كنوريكم ما غاديش تلقاوهم في السيت ويب، ما غتلقاوهمش في الكتالوج، ففي انتظار انهم يكونوا هاد الايامات هادو الجايه ان شاء الله فيهم بجوج، وغيكون بامكانكم انكم تدوزوا لا كوموند حاليا، بامكانكم انكم تاخذوا كابتور ديكم وتدوزوا لا كوموند ديالكم من نيمورو دو واتساب ديالنا اللي هو هذا اللي طالع لكم هنايا في الفيديو، تقدروا انكم تاخذوا كابتور ديكم الموديل اللي بغيتوا صيفطوها لينا، وهكا نقدروا ندوزوا لا كوموند ديالكم غير في انتظار ان يوجد لو سيت ويب ان شاء الله. كاين عندي هنايا الموديل ديال لي سابو، السيدات اللي كيبغيو دي سابو هكا شويه ستيل ديالهم سبور، فكاين هذا الموديل هذا اللي كيجي بهاد لا ماتيغ هادي بحال هكا هنايا دان كوير، حتى هو كيجي له ستيل ديالو فريمون زوين، تيجي ستيل ديالو سبور غزال يعني حتى في اللبسه ديالو. بالنسبه للوينات فكاين فيه هاد اللون هذا اللي شفتو معايا، وكاين فيه الاسود يعني بنفس لي ديتاي، بنفس في كلشي بحال، كاين عندي البيج وكاين عندي لو نوار. هنايا راه جاي عندي كوير فيرني، كوير فيرني، وهنايا دان كوير. بالنسبه لهذا فالثمن ديالو هو 535 درهم، لا سوميل راه تجي خفيفه بزاف بزاف، لا سوميل باش مخدومين هادو. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم 535 درهم. عاد كاين عندي ماتيغ وحده اخرى، السيدات اللي كيبغيو شي حاجه تكون شويه عاود فيها الويدات وهذا، كاين عندي هذا الموديل هذا، نفس الموديل نيت وانما في الميليتار، السيدات اللي كيبغيو كوير ايفي ميليتار، دونك كاين عندي هذا دان كوير امبريمي ميليتار، دونك تيجي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا انيق، وتا هو كيجي زوين، يعني كيجي كيف قلت لكم السيل ديالو سبور اكثر في اللبسه ديالو. الوغ بالنسبه لهذا فكاين عندي في الفير، وكاين عندي كذلك حتى في الكري، جوج ديال الوينات اللي راهم كاينين فيه. اما بالنسبه للثمن ديالو فهو 535 درهم، وحاليا متوفر عندنا في لي بوانتور من 36 حتى ل 40. ندوز لكم دابا نيت غنكمل لكم في لي صابو، سورتو انا بزاف بزاف ديال السيدات سولوني على لي صابو هذا العام، راه خدمنا لكم واحد كوليكسيون صغيره ديال لي صابو، سورتو خدمناهم بستيل هكا سبور اكثر. كاين عندي هذا الموديل هذا حتى هو لا سيفيل، ما نعاودش لكم على الراحه ديالها وعلى الرطوبيه وعلى الخفه اللي راها خفيفه، دونك لا سيفيل كتجي بهذا الموتيف هذا بحال هكا. بالنسبه للجلد هنايا راه تيجي كوير امبريمي، بالنسبه للدوبلوغ راه تجي حتى هي اون فري كوير، والخفه يا سلام يعني تيلمون لا سيميل راها ريشه. بالنسبه لهذا الموديل كاين عندي ايضا حتى هو في ثلاثه ديال لي ماتيغ، دونك كاين عندي فهاد لا ماتيغ غادي شفتو معايا، كاين عندي فهاد الميتاليزي هذا اون برونز، سي ان مارون برونز كيجي بهذا الشكل هذا، وفيهم راه فيهم هاد ديتاي ديال ليلاستيك، يعني في الجنيبات بجوج راه كاين عندي هنايا ليلاستيك اللي كتشوفوا معايا، باش هكا كيسهل عليكم اللبسه ديالكم انكم تلبسوا الموديل، سورتو السيدات اللي كتكون رجلهم شويه عامره، فهاد ليلاستيك هذا كيخلي ان اللبسه كتكون مريحه اكثر. عندي ايضا هاد اللون حتى هو، دونك كاين عندي كيف قلت لكم لا ماتيغ تجي امبريمي، كاين عندي داك البرونز ميتاليزي، وكاين عندي هاد لارجونتي حتى هو تيجي ميتاليزي، وفريمون راه خفيف بزاف البنات، يعني السيدات سورتو اللي شحال هما تيديروا لنا لا دوموند على لي صابو، فراه كاينين دي صابو اللي زوينين وسورتو انهم مريحين بزاف بزاف. بالنسبه لهذا البنات فالثمن ديالو هذا طاح ليه الثمن ديال هذا السي محمد شحال طاح واقيلا من لا سيميل، تاكد ليا من الثمن وكنقول لكم الثمن ديالو باش ندوز لكم الموديل الاخر ان شاء الله. غندوز لكم عاود الان اوتر موديل داكو، دونك الثمن ديالو هو 535 درهم. كاين عندي عاود هاد لو موديل هذا، هذا لا سيميل كاين فرق، دونك هادو عاوتاني اللي وريتكم دي موديل بحال راك لابسه باسكيت في نفس الوقت هي محلوله، دونك تجي صابو. هذا عاوتاني عندي ستيل ديال القرقبات، دونك داك القرقبات اللي كيكونوا شويه لو طالون ديالهم تيكون شويه ايفي بوا، الوغ حتى بالنسبه الخفة راه ماشي نفس الخفة، هادي عاوتاني كيكون شويه عندها ماشي غنقول لكم ثقيل، وانما تيكون واحد شويه ديال الوزن ديال هاد لا سوميل هادي اللي كتجي ايفي بوا، سي نورمال انها ما كتكونش خفيفه بزاف، تيكون عندها حتى واحد الوزن ديالها. الوغ بالنسبه لهاد الموديل هذا عاود كيجي بهذا الشكل هذا مشبك، من هاد لابارتي كاينه هاد الضفيره هادي بحال هكا، تيجي هنايا اون كوير يعني كله كوير ليس، ومسدود هنايا من القدام، سي ان ستيل عاوتاني لي شويه ماشي سبور، وانما ستيل لي شويه هكا جاي ابيي، وتيجي شويه كلاسيك عاوتاني هاد لو موديل هذا. اما بالنسبه للوينات اللي كاينين فيه ففي هاد البلو هذا اللي شفتو معايا، سي ان بلو نوي، كاين فيه هاد لونواغ هذا، هذا هو لونواغ ديالو، تيجي هكا اون كوير فيرني، لا دوبلوغ تاهي راه تجي اون كوير، و لو طالون ديالو راه تيجي كامل بهاد لا سوميل هادي ايفي بوا. بالنسبه للعلو هنايا تقريبا فيه واحد 3 سنتيم اللي راها كاينه فيه. الوغ من الاسود غادي ندوز لكم لا كولور بيج في نفس الموتيف ديال الفيرني فواسي، دونك من عندنا لونواغ وعندنا البيج
في الفيرني، وعندنا الغوج وعندنا البلو في المات. انا الغوج غنوريه لكم دابا. بالنسبه للثمن ديال هذا الموديل فهو 535 درهم، وبالنسبه لي بوانتور ففيه من 36 حتى ل 40 اللي راهم كاينين في هذا الموديل هذا. الوغ بالنسبه للغوج هو هذا واحد الغوج غزال زوين بزاف بزاف. بالنسبه للثمن ديالو فقلت لكم هو 535 درهم، واللوينات هادو هما لي كولور اللي راهم كاينين فيه. الوغ من هنا ندوز لكم لهاد لا صندال هادي اللي كتشوفوا معايا، عاود سي ان اوتر ستيل. شي حاجه عاوتاني السيدات اللي تيبغيو شي حاجه ا بلاتفورم بهذا لو موديل هذا، كاين بهذا لو ستيل هذا كاين عندي هذا الموديل. دونك صندال كتجي ا بلاتفورم رائعه. بالنسبه لا سيميل كامله راه تتجي طومبوني كبير. دونك بالنسبه لا صندال هذا راه سي دو كوير فيغني، دونك تجي مخدومه بهذا الكوير فيغني. لا دوبلور تاعي راه كتجي اون كوير، وبالنسبه لا سيميل راه تتجي عندي هنايا طومبوني كامله كامله اون كوير فيغني. الجمال كتجي فريمون رائعه، الصبيعات كيجيو باين والقدم تيجيو باين. دونك صنداله كتجي معريه فيها الرجل كتجي باينه. بالنسبه للثمن ديال هذا فهو 495 درهم. لي بوانتور فيه من 36 حتى 40، وبالنسبه للالوان ففيها غير الاسود بوحديته اللي راه كاين فيها. الوغ من هنا ندوز لكم ان اوتر موديل ان اوتر ستيل عاوتاني في الكومبونسي. السيدات اللي تيبغيو شي حاجه تكون كومبونسي بهذا الشكل هذا، كاين عندي هذا الموديل كيجي حتى هو انيق وزوين كروزي بهذا الشكل هذا. هنايا هاد لا ماتيغ هادي اللي كتجي هكا تجين بهذا الشكل هذا. لا دوبلور تاعي راه تجي اون كوير. دونك بالنسبه لا سوميل، لا سوميل خفيفه بزاف بزاف، سورتو يعني الموديل فاش تنهزو تلقى عاوتاني واحد الخفه اللي هي كثر من داكشي اللي انا انتظر، وكثر من داكشي ديال الخفه اللي كنقول لكم كنعاود ناكد عليها. فريمون خفيفه بزاف لا سوميل ديال هاد لا صندال هادي. بالنسبه للثمن ديالها فهو 599 درهم، وبالنسبه للوينات ففيها جوج ديال الوينات، كاين فيها هاد اللون هذا، وكاين فيها ايضا حتى هاد سي ان بيج. سي ان بيج فيه شويه ديال لو توب. دونك هذا هو الموديل في اللون الاخر. بالنسبه للعلو ديال لا سوميل ففيها تقريبا هنا راه ديجا كاين واحد الميلونج ديال هكا ديال حتى لي ماتيغ ديال لا سوميل. بالنسبه للعلو ديال لا سوميل ففيها تقريبا تكون واحد 7 حتى 8 سنتيم اللي راها كاينه فيه. وبالنسبه للثمن ديالها فهو 599 درهم، هو الثمن ديال هاد لا صندال هادي. الوغ من هنا غندوز للسيدات اللي كيبغيو شي حاجه ميديكال. انا راه كنحاول شوفوا باش تكونوا يعني فاهمين مزيان وعارفين الكونسيبت ديالنا مزيان، حنا تنخدموا مختلف انواع ديال لي سوميل، مختلف الانواع في لي ماتيغ ولا في لي موديل. دونك تنحاولوا اننا نوعوا لا كوليكسيون ديالنا ما بين موديلات بليتانو، موديلات كومبونسي، موديلات بلا، موديلات ميديكال، دي ستيل عاوتاني اللي هكا كلاسيك، دي ستيل سبور. كنحاولوا اننا نوعوا حيت بقد ما ما شاء الله يعني كل سيده راه عندها واحد عندها ذوق اللي هو مختلف، وعندها واحد لوغو اللي هو مميز على سيده واحده اخرى. فبعدد السيدات اللي تيدخلوا عندنا راه كل وحده تيكون عندها واحد التوجه معين، وكتكون عندها واحد الذوق عاوتاني اللي هي خاص بها، واحد الحاجه اللي كتعجبها اكثر. فلهذا كنحاولوا ان المدرس ديالنا يكونوا متنوعين، تنخدموا الميديكال، تنخدموا لي بليتانو، تنخدموا لي بليتانو كومبونسي، لي بليتانو ايكوي، باش هكا كل سيده تلقى راسها وتلقى داكشي اللي كتقلب عليه عندنا هنايا في المكازون. تنتمنوا الله سبحانه وتعالى يكون وفقنا، ونكونوا ان شاء الله رضينا الاذواق ديالكم والاذواق ديال مختلف السيدات اللي تيجيو عندنا واللي تيتابعونا كذلك. فبالنسبه للموديل اللي ليكم ليه دابا، فهذا موديل اللي تيجي ميديكال بهذا الشكل هذا. سكراتش كيجي بهذا الشكل هذا، دونك هذه كتحل بسكراتش، دونك راها براتيك في اللبسه ديالها. هنايا سي دو كوير افي سيربون، هنايا كاين عندنا هذا الكوير هذا ميتاليزي بهذا الشكل هذا. وبالنسبه لا سوميل، هذه لا سوميل هذه راه لا نقاش فيها، هذا العام الثالث تقريبا او العام الرابع اللي كنخدموا بهذه لا سوميل هذه، من كثر ما هي حققت واحد النجاح بيان سور كبير، عليها الطلب بزاف، والحمد لله ما تتحشمش، مريحه بزاف ورطبه بزاف، وكتجي للسيدات سورتو اللي تيلموهم رجليهم وداكشي كتجيهم داكشي اللي بغاو وفي داكشي اللي هما تيتمناو. دونك راها مريحه وخفيفه بزاف. فهذا الموديل هذا ايضا تا هو مميز. بالنسبه للثمن ديالو فهو 550 درهم. سي ان ستيل سي ان موديل هو ميديكال، في هاد لا ماتيغ هادي اللي شفتو معايا كوير اي في سيربون. وكاين عندنا ايضا تا فهاد الميتاليزي هذا، ميلونج ديال كوير مات كلاسي مع كوير ميتاليزي بهذا الشكل هذا. لا دوبلور بيان سور راه تجي اون فري كوير. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم فهو 550 درهم، وبالنسبه للوينات هادو بجوج هما اللي كاينين فيها. لي بوانتور ايضا ففيها هادي كتكون فيها حتى 41، هادي كتكون فيها 41، ولكن يعني ما متاكدش دابا واش راه مازال متوفره ولا لا. كاين عندي ايضا هذا الموديل هذا اللي كتشوفوا معايا اون كوير، تيجي ستيل ديالو كروزي بحال هكا، طالون راه تيجي طالون كاري، وفي واحد شويه ديال العلو ما شاء الله. دونك فيه تقريبا واحد 6 حتى 7 سنتيم. بالنسبه لا بلاتفورم هنا فتقريبا واحد سنتيم ونص اللي راه كاينه فيها. وهنا عندي كوير تيجي
كخوازي و تيجي ارطيط. دونك هاد لي لاني غادور تيجيو رطبين. وهنايا عندي لا بغيد اولا البزيم باش تشد السنيدله. بالنسبه للوينات ديال هاد لا صندال فكاين فيها جوج ديال الوان، كاين فيها هذاك لو طابا اللي هو كليغ، سي ان طابا كليغ واحد الدوغري اللي هي مفتوحه، وكاين عندي هاد البيج هذا واحد البيج كريمي زوين بزاف. دونك بالنسبه لهاد لا صندال هادي الثمن ديالها ايضا هو 550 درهم، وبالنسبه لي بوانتو فيها من 36 حتى 40. من هنا غندوز لكم لي باسكت حتى هما نوريكم فيهم شي حاجه، وغنوريكم موديل ديال لي ساك. دونك غادي نشوف الدري عطاني شي موديل ديال لي ساك باش هكا نكون وريتكم كل شيء، كل حاجه كل حاجه من حاجه. ما غاديش يكون تصاميم دوزي، تقدري افيك بليزير. قولي الا بغيتي دوزي من هنايا للور مرحبا. دونك بالنسبه للموديل اللي كاين عندي هنايا، كاين عندي هاد الباسكيت هادي اللي كتشوفوا معايا بحال هكا هنايا. دونك بالنسبه لهادي فيها واحد الميلونج ديال دان كوير مع كوير مات، هادي حتى هي سي ان ستيل غزال بزاف. بالنسبه للسوميل راه تجي سوميل في البيض بهذا الشكل هذا بحال هكا، وبالنسبه لهنايا راه كاين عندي ليلاستيك. الوغ بالنسبه للموديل هو هذا، انا غادي نشد وحده في يديا باش نوريها لكم يعني بيان ديتايي. لا سوميل راه كتجي في البيض، لا سوميل راه مريحه 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 وخفيفه. ماشي اول مره نخدموا بها، ديجا خدمنا بهاد لا سوميل هادي والحمد لله لقات واحد التفاعل ديال الناس بزاف وعجبات بزاف ديال الناس. بالنسبه هادي فيها هاد ليلاستيك هذا هنا، دونك اللي كيسهل يعني راه انتم راه كيطلع ليلاستيك كيسهل عليكم اللبسه. هادي فيها ميلونج ديال جوج ديال لي كولور، دونك كاين عندنا هنا هاد الغوز هذا مختدل في الدان كبير، وعندنا هنايا كبير مات بهذا الشكل هذا. كيجي موديل مميز وموديل غزال حتى في اللبسه ديالو، وزوين وابي معيش ما درتو يجيكم اروع ما يكون. بالنسبه لهذه فكاين عندنا في جوج ديال الوينات، كاين عندنا هذا الغوز هذا، وكاين عندنا ايضا الميلونج ديال البيج مع الدوغي. دونك البيج مع الدوغي حتى هو كيعطى واحد الريزولتا اللي هي زوينه، وعطى واحد الجماليه اللي هي مميزه. بالنسبه للسوميل ديالو راه تجي هكا اون بيج بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديالهم فهو 599 درهم، ولي بوانتور من 36 حتى 40. الناس ديال 41 غندير لكم واحد الفيديو اهداء لكم، غنديروا هاد الايامات ان شاء الله باذن الله اللي غنحاول نبارطاجي معكم لي موديل اللي راه فيهم 41، حيت بزاف ديال لي موديل دابا كنقول لكم فيهم غير حتى 40، فيهم غير حتى 40. انا غنحاول ان شاء الله نبارطاجي معكم فيديو يكون خاص 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 للناس ديال 41، وغنوريكم لي موديل اللي فيهم 41. عندي هنايا عاود باسكيت السيدات اللي كيبغوا شي حاجه تكون بليلاسي، دونك كاين عندي هاد الموديل هذا اللي فيه واحد الميلونج ديال كوير امبريمي ايفي ليوبار ومع الكوير مات بهذا الشكل هذا، وتجي هنايا عندي بليلاسي. بالنسبه لا سوميل راه كتجي بهذا الشكل هذا جميله من اجمل ما يكون، ولا دوبلور راه تجي اون فري كوير. الوغ بالنسبه لي ماتيغ اللي كاين عندي في هاد الباسكيت، كاين عندي الايفي ليوبار، كاين عندي هاد الميلونج هذا ديال كوير هنايا تيجي ايفي غريني مع دان كوير مع الكوير مات نيت حتى هو فلو بلون، ودائما لي لاسي راهم كاينين. لا سوميل راه كتجي بهذا الشكل هذا. والموديل الثالث عندي فيه كوير امبريمي مع كوير مات، يعني ميلونج ديال جوج ديال لي ماتيغ اللي راهم كاينين عندنا. هذا هو لو موديل ديالنا. الوغ من هذا الباسكيت غادي ندوز لكم باسكيت وحده اخرى قبل ما ندوز لكم نوريكم موديل ديال لي ساك. بالنسبه للثمن ديالهم فهو 597 درهم، وندوز دابا نشوف موديل اخر ديال لي باسكيت نيت نيت افي ليوبار. دونك كاين عندي هنايا هذا الافي هذا ليوبار بلي لاسي حتى هما بحال هكا بهذا الشكل هذا، وتجي عندي فيها هنايا المات، وهنايا فيها ميلونج افيك الافي ليوبار. بالنسبه للوينات اللي كاين فيها فيها البيج، فيها طابا، فيها هنايا هذا لو دوغي هذا، والافي ليوبار راه فيه داك الميلونج ديال الوينات اللي كاينين عندنا في الباسكيت، فيها البيج مع لو طابا كتيكون داك الغابيل ديال الكوير امبريمي اللي راه كاين عندنا. فبالنسبه لا سوميل من التحت كتجي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للثمن ديال الباسكيت فهو 550 درهم، وبالنسبه للون الثاني اللي كاين فيها فهو اللون الاسود، دونك فيها البيج وفيها كذلك حتى لونوار اللي هو هذا اللي كتشوفوا معايا. بالنسبه للثمن كيف قلت لكم 550 درهم. غادي ندوز لكم من هذا الموديل لا صندل الاخيره اللي غنوريكم، واعطيني شي موديل ديال لي ساك اسي محمد، اعطيني هذاك نيت ديال الاخر ونشوفوا هذا الموديل هذا قبل ما ندوز لكم لي ساك باش الفيديو ما يجيش طويل بزاف. دونك كاين عندي هذا الموديل هذا هو اللي كتشوفوا معايا، سنيدله كتجي اون كوير فيغني بهذا الشكل هذا، لوبو تيجي محلول بحال هكا. هاد لابارتي هادي ديال القدم حتى هي كتجي باينه. لو تالون تيجي افيلياج بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعلو ديال لو تالون فيه تقريبا واحد 7 سنتيم اللي راه كاينه فيه، وراه تيجي كاغي. عاد كاينه عندنا لا بلاتفورم، دونك رجلكم راه كتجي مزوزه ومرتاحه، وهذا سي دو كوير افي فيغني. دونك بالنسبه للوينات اللي راهم كاينين فيه فكاين فيه لو نوار، كاين فيه هاد البيج هذا سي ان بيج بودري، هاد البيج هذا اللي راه كاين فيه لا دوبلور تيرات تجي اون كوير، لو ستي ديالها تيجي تري تري كلاس، وكتجي غزاله بزاف في اللبسه ديالها، وتجي ابيي يعني معيش ما درتوها
غتجي انيقه ورائعه. وكاين عندي هنايا هذا الماغون هذا اللي كتشوفوا معايا، بالنسبه للثمن فهو 550 درهم، بالنسبه لي بوينتور فيهم من 36 حتى ل 40، وراهم متوفرين في ثلاثه ديال الوينات. لو ساك اللي غنوريكم هو هذا لو ساك، هذا سي ان ستيل كابا، تيجي فريمون ساك زوين بزاف بهذا لو ستيل هذا بحال هكا غزال، جاي بحال شي قفيفه وموديل ديالو كيجي رائع. الوغ بالنسبه لو ساك ديالنا فال لا كوب ديالو كتجي كوب باتو، دونك تجي لا فورم ديالو هكا ستيل باتو بحال هكا. بالنسبه لا ماتيغ اللي مخدوم بها ماتيغ غزاله، تجي مميزه بهذا الشكل هذا، فيها بحال تتبان شويه بحال الرافيا، كتبان عاوتاني بحال لو كورد، دونك فيها واحد الميلونج ديال هاد الايفي ديال هاد لي ماتيغ هادو بجوج بيهم. سينو هو راه اون كوير، انا غادي نوريكم لو ساك كيف راه داير من الداخل، حيت هذا كيجي داك ستيل ديال لو كوير تريسي، دونك هذا تيجي داك لو ستيل ديال لو كوير تريسي. وبالنسبه لا دوبلوغ راه تجي اون فري كوير، لا دوبلوغ عفوا تجي بهاد التيسو هذا اللي كتشوفوا معايا، في هاد البوش هذا اللي تاهو تيكون اون كوير، وهنايا كاين عندنا جويب اخر اللي تيجي بالسنيسله. بالنسبه لي بوانيي كيجيو بهذا الشكل هذا، يعني كنتو غتهزو غير من لي بوانيي، سينو بغيتو ديروا معاه البوندولير فراكم تتركبوا البوندولير اللي سوا كتزيدوا طولها اولا كتقصروها على حسب نتوما شنو بغيتو، وعلى حسب الطول اللي نتوما بغيتو تهزو به لو ساك ديالكم. بالنسبه للموديل رائع جدا فريمون ساك غزال، وها نتوما راه رطوبيه رطيطم. بالنسبه للثمن ديالو فهو 900 درهم، وبالنسبه لي كولور فكاين عندنا هاد لو نوار هذا، وكاين فيه حتى الماغون، راه فريمون لو ستي ديالو كيجي غزال وتيجي انيق في الهزه ديالو، وزوين فريمون عاوتاني زوين حيت ستيل اللي مبدل عاود وتيجي غزال. دونك بالنسبه لهذا كيف قلت لكم الثمن ديالو هو 900 درهم، متوفر عندنا عند نوني، مرحبا بكم. وبهذا الموديل هذا غنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم تخليو لي جيم لي كومونتير ولي بارطاج تنأكد عليهم، والا سبق لكم تعاملتوا معنا تنأكد ايضا على هذه النقطه هذه، ما تنساوش ما تبخلوش لينا انكم تخليو التجربه ديالكم معنا كيفاش راها كانت. كذلك انتم مازال ما ابونيانش عندنا في لاشين، ولكن كتبغيو تشوفوا لي نوفوتي وراكم مهتمين بكل ما هو جلدي وكل ما هو مميز، فحاولوا انكم تابوناو باش دائما توصلوا بالجديد. بالنسبه للناس اللي غيبغيو يجوا عندنا هنايا سوغ بلاص فمرحبا بكم، كنكونوا حاليا طيله ايام الاسبوع بما فيهم يومي السبت والاحد. التوقيت الرمضاني ديالنا كنكونوا من 10 ونص ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، ومن بعد الافطار كنكونوا من 9 ديال الليل حتى 11، تقدروا تجيو عندنا في اي وقت كذلك سبت والحد، كنأكد على راه كنكونوا حالين. وبالنسبه للناس اللي غيبغيو يدوزوا لا كوموند ديالهم في انتظار ان هاد لي زارتيكل كاملين يكونوا في لو سيت ويب، تقدروا انكم تاخذوا كابتور ديكرون الى عجبتكم شي حاجه من الفيديو ديال اليوم وتصيفطوا لنا على رقمنا ديال الواتساب اللي هو هذا، وتقدروا كذلك تدخلوا وتضربوا طليله على السيت ويب داكشي اللي حطينا فيه لحد الان، لان يعني كاين تبارك الله واحد التشكيله اللي مازال غادي نكملوها ان شاء الله. دخلوا السيت ويب ديالنا اللي هو nuni.ma، والكتالوج في انتظار يوجد ان شاء الله ونشاركوه معكم. شكرا لكم على حسن المتابعه، تبارك الله عليكم، والا غتجيو عندنا غير نذكركم بالعنوان، حنا راه كاينين في الدار البيضاء لمعارف زنقه المارشي. ما تنساوش لي جيم لي كومونتير لي بارطاج، ونسيتكم سعيده، تقبل الله الصيام وبصحه فطوركم وبصحه سحوركم كذلك في اي وقت كنتو كتشوفوا هذا الفيديو هذا، تبارك الله عليكم.